شكرا. انستغرام. هارفي، هل تصدق أن صديقي اشترى للتو طائرة خاصة؟ ليتني أشتري واحدة. لا أعتقد أن وضعك سيء. أنت لا تفهم، لو أمتلك مثلها سأكون أكثر سعادة. يا رجل، آسف لإزعاجك. رولز رويس الجديدة؟ إنها سيارة أحلامي. أجل، جيدة. لو أنني أمتلك مثلها سأكون سعيدا بدل سيارتي الخردة. أنت أكثر الرجال حظا. على أي حال، علي الذهاب. شكرا على وقتك. أتعرف يا هارفي، بعد التفكير في الأمر لا أعتقد أن وضعي سيء. ها؟ أعتقد أن الطريق الوحيد للسعادة هو تقدير ما تملكه. قطعة خردة، أكرهك. هل تعطلت سيارتك؟ لا، إنها جيدة، لكنني سئمت منها. ليست رولز رويس بلا شك. لكن لديك سيارة، أستقل الحافلة يوميا. سأشعر بالسعادة لامتلاك سيارة. عموما علي اللحاق بالحافلة. يوما سعيدا. واو، أنا محظوظ لامتلاكها. انتظر، لا توقف. سئمت، أكره الحافلات. هي، أنت بخير؟ بخير، لكن لقد فوتت الحافلة. ليتني أمتلك سيارة. أقود الدراجة 20 ميلا لأني لا أملك ثمن الحافلة. واو، 20 ميلا؟ هذه مسافة كبيرة. أجل، ليتني أريح قدمي يوما ما. حسنا، سأذهب الآن. ابتهجي. يبدو أن استقلال الحافلة ليس سيئا. أنا أكره الدراجة، لقد سئمت من قيادتها كل يوم. مرحبا، هل أنت بخير؟ أتمنى لو أستطيع استقلال الحافلة، قدمي منهكتان. حسنا، غير نظرتك، إن قدميك تعملان. إن هذه نعمة. أوه لا، أنا آسف للغاية، كان قولي لا يليق. لا تتأسف، أنا سعيدة بحياتي وبما أمتلك حتى دون استخدام قدمي. اسمحي لي بسؤال، كيف تبقين سعيدة؟ لم أكن دوما راضية بعدم قدرتي على المشي، لكن كان هذا إلى أن قابلت شخصا ذكرني بأني أملك يدين. إذا ما يقال صحيح، الطريق للسعادة هو تقدير ما تملكه. شكرا. يوما سعيدا.